عليكم وتتبعين ديالي كديري لاباس عليكم كديري مع الصحة ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وعلى خير ومخصكم خير. مرحبا بالناس الجداد اللي كيتزادوا عندي، مرحبا بالناس ديالي القدام، مرحبا بالناس خارج المغرب داخل المغرب، الناس الجزائر صحاب تيك توك صحاب اليوتيوب كاع المتتبعين ديالي من صغيركم لكبيركم. الله يخطيكم عليا والله يسهل عليكم، وانا كنقول لكم بلا بيكم راه ما كان سوى والو، يعني ولو غير ديك الدعوه الزوينه اللي كيدعيو معايا ولو غير داك الحب اللي كيبغيوني بلا بيكم راه ما كان سوى حتى شي حاجه. ما نكذبش عليكم ملي كنكون باغا نصور شي فيديو ديال شي هاد كنكون فرحان، ايوا نتوما راكم مغربش عليا وكلوا على وكلوا على ربي حرام كتب على ربي حرام. انا ما كان شوفوا انا ما كنبغي نكلف حتى على واحد، ما كنبغي نكلف حتى على واحد. الناس اللي كيهضروا معايا في واتساب عارفيني انايا، واش ما عمرو يعني كلفت على شي واحد ولا يقولوا لي فوجيت بيا ما نقول لحد ما نهضر. واحد السيده من احفير ديما كتعيط لي في واتساب، ماشي ديما ديما المهم مره راه بزاف هادي كتعيط لي في واتساب، سميه عافاك الا احتاجوا الدراري شي حاجه للقرايه صيفط ليا، سميه عافاك الا احتاجوا الدراري رانيا ياسين اي حاجه في القرايه صيفط ليا نساعدهم. المهم كنقولها ربي يخليك، البارح عيطات ليا قالت لي سميه بغيت ناخذ لك شي كادو، قلت لها بلا ما تكلفي راسك هي وتقولها براسها والله العظيم هي تحطها لكم، قلت لها بلا ما تكلفي راسك ويلي الحشومه. قالت لي لا انا بغيت نصيفط لك شي كادو، شنو بغيتي؟ ويلي بدات تشرط عليك نقول لك شنو بغيت، قلت لها ما نقولكش. قالت لي صافي انا غادي نصيفط لك كادو يعني بلا ما قلت لها صافي بلا ما نقولك، قلت لها صافي بارك الله فيك والله يخلف عليك والله يعطيك الرزق ويعطيك التيسير، وهذه هي الكلمه ديالي المتتبعين ديالي كاملين الله يعطيهم الرزق ويعطيهم التيسير وكل شيء. والهديه كيما شديتها جبتها ما بغيتش نحلها حتى نحلها معاكم، ايوا حطيت عليها بريليدات تاعي والباقي سخون طير، ايوا ودابا ها هي قهيوه وقلت والله ما نحلها والله ما نحلها حتى نحلها انا وياكم. ياسين قبيله كيقول لها ماما حلي لي فيها الشوكولات، ما كاين حتى واحد انا وياسين راني في المدرسه المهم ما كاين حتى واحد. ياسين قال ماما حلي، قلت له والله ما نحلها حتى نحلها في وسط الفيديو كان الشوكولاته انا نعطيه لك، انا والله ما عارفه شي حاجه. وهاد الهديه قالت لي راني شريتها لك من بنيدر، هي كتسكن في احفير وقالت لي راه شريتها لك من بنيدر. نقول لك الحاجه كما كانت، الله يخلف عليكم ويعطيكم الرزق ويعطيكم التيسير، بنادم مي كيبغيك وكيكبر بيك وكيوقف معاك هذاك هو الفضل، شفتوا راه انايا راه هو هادشي اللي مخليني زايده، وهادشي بحب الناس واخا كاين اللي كيكرهوك كاين اللي كيعايروك، هادشي اللي يخليني زايده بحب الناس ليا كيبغوني. وكنقول لهم الله يخطيكم عليا يا احلى ناس واغلى ناس، وانا بلا بكم راه ما كنسوى حتى شي حاجه. تفاعلوا لي مع الفيديوهات، ما نكذبش عليكم دابا انا الفيديوهات ديالي ما كيطلعوش، علاش؟ حيت ما كنديرش يعني خصني ندير الشهره ولا خصني نبقى ديك الهضره خاويه بابا بابا بابا، لا ما كيعجبنيش هكاك انا، يعني خصك شي هضره. كنشوف انا دوك اللي كيديروا الشهره ودي الهضره خا هذوك الله يستر تشوف الفيديوهات، واحد مسكين درويش بحالي انا وبحال بزاف ديال ماشي غير انا راه عدد مني مساكن راه كيدوروا في بلاصتهم والله العظيم. يعني علاش المتتبعين الاوفياء هما اللي كيبقاو يتفرجوا لهم والاوفياء هما اللي كيبقاو يساعدوهم ويوقفوا معاهم؟ والله العظيم ايوا الله يخطي عليهم كره بابا بابا شنو تسنى او ما يتسير كبيا خلي الفيديو كيما هاك وثقيله وصيفطتها لي مع الكار، صيفطتها لي مسكينه مع الكار، مشيت للمحطة جديدة قالت لي الكار هو فوق، مشيت للمحطة جديدة هزيتها لقيت مول الكار كاتبة فيها ومخلصة مسكينة مول الكار. و لا إله إلا محمد رسول الله. هانتوما شنو هنايا سمية أم رانيا، سمية أم رانيا مغلفة مصوبة معدلة غادي نحلها حداكم وغادي نشوفو شنو هي. ياسين أنا ولادي أنا عيني وما قلت لي هاجي نصورو الفيديو دابا بلا ما نتسناو تجي رانيا، راكم عارفين رانيا. يا بسم الله
ياسين ياسين بربعي ولادنا مضروبين على كرشهم، عطيهم غير ناكله الشوكولاته دوك الحلويات. ولكن شكون انت اش كتقول هنا؟ قلتي الشوكولاته شي كرتونه تاع الشوكولاته. الشوكولاته وشي اخر حيت هذا ما يمكنش تكون غير شوكولاته وتقي، ما يمكنش تكون غير شوكولاته. ما تتبعش ما تقول لكم هنا. يا بسم الله يا فتح يا كون راجع قبل ما تحل توقع شنو يكون؟ ما عرفتش. والبنت سميتها خديجة، نقول لك حبيبة ديالي الله يخلف عليك ويعطيك الرزق قبل ما نحلها، ويخلي لك معزيز عليك ووالديك ويخلي لك وليداتك ويخلي لك كلشي كاع اللي والله العظيم شحال ما نشكرك قليل. ولو تكون غير هكا وتفكرتي ديك الهدية تفرحي بها شي واحد لهلا يخطيك الحب هنا كتعرف نوري على الحب ديال دابا كتقولوا فيه الصحة لي ما تدوزوش فيديو انا غنحل كتعرفوا ليا على الحب ديالكم والله العظيم. انا بنادم باش يكبر بيك وراه بزاف. بسم الله بسم الله حي يا وليد نقيسك ادراك سنة سنة مسكين ديال كوكوت يمكن تنتوما تقولوا كوكوت لا كوكوت لا تنتوما تقولوا كوكوت. والفيديو قطوع واللي نعاود مسحنا منه شي فيديوهات عاد كملت اش غندير لا 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 كوكوت كوكوت ولكن انا مازال ما واش تيعمل هذا نهادو عرفتها كوكوت ولكن اجي نقول لكم مازال ما عرفناش هادي انت الشغل كرتون مازال ما عرفتي شنو فيها الداخل؟ لا ايوا تسنى نشوفو شنو فيها الداخل. لا كارطونه ديال كوكوت شي لا عمرت فيها هادي غير كارطونه شي لا عمرت فيها الشكلاط مسكينه سمية ام رانيا انا كلشي سنى والله الا كوكوت سعدي وفرحي الحبيبة ديالي الهلا يخطيك والله يسهل عليك والله اجي هنايا سحاب لنا شي شكلاط اوي نوض حدايا نوض 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 الهلا يخطيك والله يسهل عليك ولادي مضروبين على كرشهم ولادي عطاهم الماكلة قال ستية حيد حيد هادي راه يا ربي واو واو علاش كنتي هذا نوريهم المتسلسل واو كوكو تشوفو بحال اللون اللي فيها والله الا بحال اللون شوفو بحال هاد اللون ها هنا هاد شنو هادي ها الشبان تاعهم ها انتم الشبان تاعهم ديال بني البلاد اشوف صفارة كلشي كلشي الشدان تاعهم مصامر ها بلاصت هاكا كارتي تشي كيما كان الله يلا شكرا والحاجة الرئيسية هادي اللي غادي التعليمات نتاع كوكوت هادي هي الحاجة الرئيسية. أنا في خباركم أول مرة الكوكوت يعني في النظر عمري ما شفت شي كوكوت هنايا كحنا شوف والله شكرا حبيبه ديالي بزاف عندي كوكوت ماشي ما عنديش عندي بصح هادي دابا غاليه هادي غاليه وعزيزه هادي غنديرها في عوينات والله العظيم شوفوا ما شاء الله الكوكوت كبيره وثقيله شوفوا 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 منها كحله كامله هادو ما عمري شفتهم هادو راه ما كاينينش في الناظور عمري باش انا هاد الا انا ما نعرف المهم المتتبعين اللي في الناظور الا كاينه هاد الماركه في الناظور ما عرفت تقولوا لي انتوما شوف ما عمري شفت انا ما كنبش عليكم والله نشرب عليها كل القهوه
وكبيره بزاف. ياسين شحال فيها من يترو؟ ها اجي شوف لي شحال فيها من يترو. تاع شي يترو كيكون فيهم العبور. العبور واو والله والله شكرا بزاف الحبه ديالي. واو شحال فيها من الدراجه يعني هذه يعني هذه راه رئيسيه. واو شو شو راه ما فيهاش هذه راه فوق تتقال فوق. اش اختاروا هذا الكوكوت 2019 اختاروه ديال الجزائر. ديال الجزائر باينه ديال الجزائر. حب كبير 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 كبير. شحال ما نشكر قليل والله العظيم شحال ما نشكر المتتبعين ديالي قليل. حبيبه ديالي شكرا. شوفوا مسكينه قالت لي شنو بغيتي قلت لها ما تشرطش عليك. شوفوا مشات قالت راه يمكن العيد الكبير هذا سل. انا عندي كوكوت ياك ولكن دابا هذه هي عويناتي. والله عجبات لي بزاف واعره 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 ما والله العظيم الا كتحمق ما شاء الله اللهم بارك كتحمق وكبيره راه كبيره راه تكون حتى شي 10 لتر يمكن ولا ما عرفتش تكون حتى شي 10 لتر يمكن راه كبيره تبارك الله. شنو والله ما لقيت ما نقول اقسم بالله الا تلبس والله. قولوا لي حب الناس دابا هكا كي هذا الحب هذا مش كيتغير. واش هذا الحب هذا كيتغير؟ ما عمرو يتغير ما عمرو يتغير. سيروا لهلا يخطيكم عليا سيروا الله يجعل ربي يوقف معاكم ولو 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 الظروف ولو مش ما كان يعني واخا نكون معصبه ولا كتجي شي وحده ولا ما نكذبش عليكم وكيفرحوني وكنبقى نسى كنقول شو حب الناس اش داير فيا. والله العظيم نقول لك حبيبه ديالي الله يسهل عليك والله يوفقك والله يخليك وليداتك ويخليكم وليداتكم كاملين واللي ما عندوش الله يعطيهم له. وسمحوا لي وانا كنمشي غير بالنيه وبالصفا وبالقلب زوين وربي سبحانه وتعالى عمره ما غيخليني. ربي سبحانه وتعالى عمره ما غيتخلى عليا. هنا غادي نخليكم وغادي نقول لكم يا احلى ناس واغلى ناس بسلام عليكم. وانا فرحانه لهذا الكوكوت بزاف حيت انا واخا كنت غناخذ في المثال انا عندي وحده جديده صغيره ولكن واخا كنت في المثال ما غاديش نشري وحده كبيره بحال هكا. هذا راه ما شاء الله راه توكل لكم وغادي نقول لك الهلا يخطيكم الله يسهل عليكم. ونعاود نقول لك حبيبه ديالي شكرا والهلا يخطيك وبسلام عليك والله شكرا بزاف 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 وكنحماق عليكم. بسلام عليكم فيديو جاي ان شاء الله واجي نقول لهم سلامه وتهلاو في راسكم. سلام عليكم وتهلاو في راسكم وتهلاو في راسكم وتهلاو في راسكم. ما تنساوش واحد لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم اجل استبغيكم كاملين. يلا بسلام عليكم فيديو جاي ان شاء الله وشكرا حبيبه. نعاود نقول لك حبيبه ديالي شكرا بزاف.